يجي يشوف ام كلثوم دي اتربت ازاي وعاشت ازاي. وطبعا احنا بنبقى محرجين، ونقلنا الكلام ده للسيد المحافظ في زيارته، وهو وعد ان هو يطور، والدكتورة فرحة الشناوي رئيسة المجلس القومي للمرأة بتسعى مشكورة ان هي تقيم حاجة باسم ام كلثوم في طمي الزهيرة اعترافا بفضل ام كلثوم، لان ام كلثوم ست يعني الشعب ما نساهاش، الدولة هتنساها، الشعوب ما نسيتهاش. الدولة ليه ما تستغلش النقطة دي في السياحة وكده؟ صدقني زوار بيت ام كلثوم من المصريين والعرب اكتر من الاجانب كتير، يعني زوار المصريين اكتر من العرب واكتر من، لان دي مثال يحتذى به. وبعدين ست ضربت مثل في الكرم والوطنية وكل حاجة حلوة، المفروض احنا نقدرها بقى ونعمل لها اي حاجة تليق بيها في بلدها، حتى نعمل اي حاجة تحمل اسمها عشان تعرف ان دي بلدها، بس قرية ام كلثوم بلدها. كل البلاد اللي حوالينا بتلاقي في مدخلها يافطة بتحمل اسم النجم اللي فيها او الشخص البارز اللي فيها، سواء عضو مجلس شعبي، سواء قارئ قرآن، سواء مغني، سواء اي حاجة، المهم النجم اللي فيها بتبقى صورته على اليافطة في مدخل البلد. للأسف الشديد طمي الزهيرة لا لها يافطة ولا لها مدخل ولا محطوط صورة ولا اي حاجة تدل ان دي بلد ام كلثوم. يعني المفروض، طمي الزهيرة مدخلها يدل ان دي بلد ست اثرت في الثقافة العربية والمصرية. يعني مثلا الطريق لبيتها يكون كويس، الإنارة لبيتها يكون كويس، على أساس إن في ناس أغراب، مش المصريين، إحنا واخدين على بعض وعادي ما فيش أي مشكلة، ولكن الأغراب أما يعرفوا إن إحنا ما بنقدرش النجوم بتاعتنا أو الناس اللي أثرت في الثقافة بتاعتنا مش هيحترمونا للآخر يعني. إنما لو إحنا قدرنا نجومنا الناس هتقدرنا.